اطلع اسألوا الربع اكتبوا بهاج الاكلبي. هل انت بتروح قطر؟ ما ادري. اوكي بهاج الاكلبي، هل انت تفكر في الزواج؟ لا. بهاج بهاج الاكلبي، ليه ما تجيب فراس معك في البحث؟ ليه ويش؟ ما تجيب فراس معك في البث؟ أذى وعند أمه سروا، كان عندنا سروا. في سؤال هنا اتوقع انه عايد مو بس لك اياه، يقول لي ايش سبب حبك يا جميلة؟ اتوقع شاب الجدلان صح؟ يا واد تدري في سؤال يتكرر واجد، عرفت؟ أكثر سؤال يتكرر قول لي وشنو هو؟ سؤال يتكرر؟ عشان سالفة أمس. يا واد أمس قبوا علي بهاج، تخيل أمس جاء سؤال، عرفت كيف؟ ايوه قالوا من أقرب لك شخص في البرنامج؟ يعني يفهمني ويفهمه صح؟ أنا الحين بسألك أنت ما تشوف أقرب شخص لي في البرنامج؟ من هو؟ قلت عبد الله الشهراني. قال ليه؟ وبهاج وسلطان ومدري من وفلان وعلان. طيب ايش فيها؟ دقيقة